انا عندي ولدين في الاكاديميه، ولد ياسين غزالي مواليد 2004 وكريم غزالي مواليد 2007. انا مامت محمد مصطفى مواليد 2004. انا بقالي سنه مع كابتن مرضي، وبصراحة أنا شايفة الملعب هنا حلو جدا جدا، الملعب هناك صغير، عشان كده حتى الولاد لما كانوا بيروحوا يلعبوا مع أولاد تانيين في الدوري كنا بنحس إن هم مش عارفين أماكنهم، لأن هم المشكلة إن الملعب صغير. هو راجل كتر خيره وجابنا هنا، لأن الملعب فعلا فارق مع الولاد، حتى الإضاءة حاجات كتير هتفرق معاهم. يعني أنا معايا يحيى مواليد 2010 ومعايا أحمد مواليد 2004، وبصراحة أنا شايفة المكان هنا أحسن من المكان هناك، لأن الملعب هنا كبير جدا، مساحته وافية جدا عن الملعب هناك. أنا كنت بلاقي مشكلة هناك مع خصوصا مواليد 2004 إن هم بيلعبوا على مساحة صغيرة، وهم محتاجين إنهم يلعبوا على مساحة أكبر، ملعب 11، عشان يقدروا إن هم يكون مجهودهم أعلى ويكون كفاءتهم أكبر من كده. فالمكان هنا أنا شايفة إن هو ممكن يحققوا فيه ده إن شاء الله. الملعب أنا بشوفه من أحسن الملاعب اللي شفتها للأكاديميات في المنطقة اللي إحنا فيها، ملعب محترم جدا، ملعب ترتان، ملعب مساحته كبيرة، شايف إن هو ملعب يناسب جدا جدا الأولاد. أنا إيهاب محمد، ليا ولد هنا اسمه زياد، مواليد 2004. كنا جربنا كام مدرسة كده، مدرسة كورة وأكاديميات وحاجات زي كده، وبعدين ما لقيناش اهتمام فني يدعم الولد إن هو يطلعه يكون ناشئ أو يكون فعال في أندية أو حاجات زي كده، لغاية ما شفنا زايد يونايتد الحقيقة، وكانت ملفتة للنظر جدا. يعني كان أنا تابعتهم أكتر من مرة قبل ما أجيب زياد هنا، وحسيت إن ممكن يكون في تقدم، وفعلا يعني تقدم ملحوظ موجود. اكيد انا شايفه ده، يعني شايفه ده بالنسبه ل 2004 اكتر، يمكن الصغيرين مش محتاجين مساحه كبيره، بس خصوصا الكبار اللي هم مواليد 2004 انا شايفه ان هم محتاجين مساحه كبيره يلعبوا فيها يعني. وفي نفس الوقت انا كان معايا 2010 و2004، انا محتاجه ان هم يكونوا في نفس التوقيت، يعني مش معقول ان انا هنزل ل 2004 مشوار وارجع اجي ل 2010 في توقيت تاني، فده هيسمح لي ان ده يحصل يعني. الحقيقه ملعب كويس، و ملعب يعني يدي أريحية في التمرين يعني لمزيد من الأعمار، وكمان يأخد الأولاد إن هم يأهلهم إن هم يلعبوا على ملاعب كبيرة، ويعني يدخلهم في حساسية ماتشات وحاجات زي كده. طبعا طبعا حاجات كتير جدا اختلفت، يعني كفاية إن هو بيبقى كل ولد عارف إمكانياته، كل ولد عارف هو محتاج إيه، بيوقف كل ولد في مكان معين بيبقى عارف هو محتاج إيه، وبيديله التعليمات على أساس المكان اللي هو واقف فيه. يحيى مواليد 2010 وأحمد مواليد 2004، وعندي ابن أختي كمان محمد اللي هو مواليد 2004 مع أحمد. أنا رحت أكاديميات كتيرة جدا، أنا أولا مشترك في وادي دجلة، دربت هناك فترة وبعد كده سبت وادي دجلة ورحت بيت روجيت ودربت هناك فترة، وجيت أنا صراحة جيت هنا لما بصيت لقيت شكل التدريب مختلف، الاحمال البدنيه اللي على الاولاد مع السن الصغير ده هم بيعملوا لهم تدريبات كويسه جدا. الكباتن هنا قمه في الاحترام والذوق، يعني خلينا نتكلم الاول على الناحيه الاخلاقيه بتاعتهم، ناحيه ممتازه ان هم كير على العيال على الاولاد جدا جدا بطريقه رهيبه. كذا مره لاحظها في كذا ماتش في البطولات اللي احنا رحناها، لما ولد بيعمل حاجه غلط او بيعمل فاول مع زميله بيبقى فيه دايما اصرار قوم زميلك واعتذره. انا دي يمكن تفرق معايا جدا حتى عن المهارات الرياضيه، ان ابني يتعلم اخلاق ويتعلم رياضه، وده السبب ان انا جايبه. انا مشترك في وادي دجله وسايب وادي دجله وبقيت لمكان احسن. ده اكيد اكيد، خصوصا مع احمد. انا احمد ما كانش بيعرف يلعب كوره تقريبا، يعني حاجات بسيطه قوي. دلوقتي احمد ما شاء الله يعني بيلعب كويس جدا، شايف كل الناس اللي تعرفه قريب او غريب يقول ان احمد لا اتطور، يعني بيلعب كويس جدا. ويحيى كمان، يحيى كمان مهاراته قدمت بشكل ملحوظ يعني الفتره الاخيره يعني. فلا طبعا هم كلهم كتيم، فريق عمل مع بعض، هم كلهم بسم الله ما شاء الله. بصراحه يعني مش عايزه اقول اسماء حد عشان ما انساش حد، بس هم كلهم كتيم هم اكثر من رائعين يعني، ربنا يبارك لهم. شكرا يا فندم. المشوار ده انا يعني ايه، اللي عايز حاجه بيعملها، وكل واحد بيفضل ورا ابنه او ولي، يعني ولي امر بيفضل ورا ابنه علشان يشوفه في احسن صوره، مهما كان البعد مهما كان التعب، المهم يبقى في حصيله الواحد يحصلها اخر المشوار. فانا بصراحه وراه في اي مكان هيجيه، لان انا مقتنعه جدا. انا كنت في وادي دجله في اكاديميه بتاعت وادي دجله،
حسيت ان لا العمليه ماشيه وحبي كده مع كل الاعضاء. لكن انا حاسه هنا ان هو لا في اختلاف، في اختلاف في التدريبات، في اختلاف في معامله الولاد، في اختلاف في تنميه الولاد. طبعا لا انا شايفه ان هو اي مكان هيروحه، انا على فكره من الهرم، سواء النادي بتاع الشيخ زايد او سواء هنا، الاثنين مسافه عليا، يعني الاثنين مش فارقه معايا خالص، الاثنين مسافه جامده عليا. فبس انا مضطره اجي لان الولد مرتبط بيه جدا. وفي نفس الوقت انا حسيت، انا دورت على اكاديميات كتير جدا من وادي دجله للاهلي لكذا مكان، ما حسيتش غير ان هنا ان في فرق. فارس 2006 ومالك 2011. الملعب ده لا هايل بصراحه، اوسع من التاني، والنجيله نفسها مختلفه. لا يعني انا شايفاه كويس كويس جدا بالنسبه للملعب. لا انا دي كانت فكرتي، ودي كان يمكن اللي انا بطلبه اكتر، ان الاولاد يبقى عندهم مساحه اكبر ان هم يتدربوا فيها. الزايد برضو مشكلته ان احنا الاولاد كلهم بيبقوا في مواعيد واحده، ودي حاجه بالنسبه لي انا ميزه، لان مش هقدر اجيب، انا عندي طفلين في سنين مختلفين، فما كنتش هقدر اجيبهم في ميعادين. بس الملعب هناك مضغوط شويه، بلس ان المواعيد برضو كانت بتبقى مضغوطه شويه. فلا انا هنا الملعب بالنسبه لي احسن كتير. يمكن بس انا ليا تعليق، اول ما دخلت الاضاءه محتاجه تزيد، فرق جامد يعني، فعلا الناس عندهم ضمير. فرق اكتر شويه بس مش الفرق الفظيع يعني. عندك يعني هو هنا بالنسبه لي ابعد، بس مش ابعد كتير يعني. يعني ايا كان مكان التدريب فين، انا ابني بياخد اخلاقيا كويس وتدريب بدني كويس، فيه اهتمام. يعني احنا كان المفروض ان كان في نخش دوري اكاديميات الناس دي الف به في الكوره، غيرنا ودخلنا دوري بتاع انديه وبتاع، بغض النظر عن النتائج عن اي حاجه. لا الاولاد في احتكاك كويس وفي مجهود كويس جدا بيه. لا يستاهل بصراحه، لا يستاهل المشوار دي بقى اهم حاجه. يعني انا بحس ان انا لو قلت له لو مش هتعمل كذا انا هقول لكابتن مرتي، بحس ان ده بيفرق معاه جدا، حتى عن ان انا اقول له اقول لباباك. هو مرتبط جدا، مش عايزه يزعل منه جدا، ولما بيزعل منه بحس ان هو يعني حياته كده متشقلبه يعني. فلا انا بحس ان هو ارتبط بيه نفسيا جدا، هو بيعمل بيلعب على الحته النفسيه. هما الولاد فعلا مرتبطين بيه، دي حقيقه يعني. انا بص ابني الكبير كان جاي تقريبا ما يعرفش اي حاجه، دلوقتي لا ما شاء الله مستواه اختلف تماما. يعني ربنا يكرمه. هو حارس مرمى كابتن سلطان وكابتن عمرو وكل الناس عامله معاه مجهود فظيع. الله يخليك. انا بس عايز اقول في الاخر ان انا بشكر كابتن مرضي جدا 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 على المجهود اللي هو عامله، يعني كابتن مرضي بالذات تمام، انا بشكره جدا. انا شايف ان ارضيه هذا الملعب ارضيه افضل بكتير من ملعب الشيخ زايد. كابتن مرضي بيهتم قوي 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 بالاطفال. يعني بص انا بحسها، بحس ان هو باباهم. يعني لو هو معدي جنب اي طفل لقى الشوز بتاعته مش مربوطه بينزل هو بنفسه بيعملها. فانا بحس ان هو بيعامله زي بابا، بيتعامل معاهم اكنه بابا. هايلين، مفيش احسن من كده اصلا. يعني بمنتهى الصراحه لو ما كانوش، لو كنتش راضيه ما كنتش هكمل معاه. يعني مفيش حاجه تجبرني ان انا اكمل. مظبوط حضرتك. احنا لما كنا في ملعب او لما بنتمرن في ملعب الشيخ زايد، انا كنت بأبدي بعض الاعتراضات على ان الولاد مش واخده حيز من الملعب يناسب الاحمال التدريبيه او الفنيه بتاعتها. كانت الولاد اعدادها كبيره جدا في مساحه صغيره جدا. هو كانت يعني كتجهيزات والمواد نفسها المعموله في الملعب تحفه. اكيد افضل بكتير جدا. يعني اكيد ان ده اضافه لملعب الشيخ زايد. والفرق الخمس دقائق الزياده اللي هو لا يتجاوز خمس دقائق، لو انا ساكن في الشيخ زايد او في 6 اكتوبر ما بيفرقش خالص في الموضوع ده. المهم هو مصلحه الولاد ومصلحه والاحمال التدريبيه والفنيه اللي نقدر نساعد بيها الولاد في يوم زياده زي اليوم اللي احنا فيه النهارده. Tonight, tonight, oh, tonight.
you about to feel it. Yeah, we gonna show you how. I'm gonna take you someplace never seen before. So listen to me when I say, tell me street, tell me beat, tell me block. Everybody gonna get up and move. All of your hands get lost in the night and cold. Now everything will be so cool. Put up on your feet when you feel it. Tell me beat, gonna run this place tonight. Freak what you like, get down by the rock. We gonna run this party. Okay, no worries, it's a beautiful day. The sun is up, we're on the run. Give me your love until the morning comes. Am I gonna dream, dream tonight? Girl, you keep me dancing till the morning light. And we gonna fly, fly so high. Gonna rule the world when our hearts collide. And we go, oh, oh, oh. Together we are living in stereo. And we go, oh, oh, oh. Together we are living in stereo. Dancing till the morning light. And we gonna fly.